الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله، السؤال 19: هل يجوز أكل السحور في أثناء أذان الفجر؟ الجواب: اعلم رعاك الله أن الله جعل نهاية الأكل والشرب بطلوع الفجر، قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والعلماء مجمعون على أن طلوع الفجر يوجب الإمساك عن الأكل والشرب، نص على هذا الإجماع المفسرون وكثير من الفقهاء، وهو إجماع صحيح. فمن كان يعتمد على طلوع الفجر في الكف عن الأكل والشرب والجماع فهذا أبرأ في التحري، يعني إذا كان يرى الفجر بنفسه فليكف عند طلوعه ولا بد. وإن كان الناس يعتمدون على المؤذنين بحيث إذا سمعوا النداء كفوا عن الأكل والشرب، فالمسألة فيها تفصيل. إن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، يعني ليس عنده تحري، كالذين يعتمدون على التقويم لا على الرؤية البصرية، أو يعتمد على أحاديث لا تصح أو على أقوال لا تستند إلى دليل قويم، فلا يجب على الناس أن يكفوا عن الأكل والشرب إذا تيقنوا أن حال المؤذنين هؤلاء كما ذكرنا، بل يأخذ حاجته من الطعام والشراب بعد أذانهم. والدليل المعتمد في هذه الحالة الآية المذكورة قبل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإن كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر فيجب الكف عن الأكل والشرب فورا، لأن الحكم هنا أن الفجر قد طلع وطلوعه يحرم الاستمرارية في الأكل والشرب والجماع. يعني لو قدر أن إنسانا أذن المؤذن وهو في أثناء جماع أهله ينزع مباشرة، ليس له أن يكمل. ويبقى عندنا مسألة وهي المذكورة في السؤال، يعني الأكل في أثناء الأذان، وأحسن ما يقال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمع أحدكم الأذان والإناء في يده فلا يدعه حتى يقضي منه. وهو حسن، أخرجه أحمد وهو حسن، فأفاد الحديث جواز الأكل مع الأذان للحاجة، يعني ليس التقييد بالحاجة بهذه الصورة التي تفهم أنه قضية جوع أو ظمأ، لأنه سيدخل في ذلك أن يذهب ويأتي بأكل أو بشرب من الثلاجة أو من أماكن أخرى،
لكن الحديث نص على شيء في يده، رفع الكوب في يده ليشرب فأذن المؤذن اشرب الكوب في يده. نعم بغير تحيل، ما يكون بارك الله فيكم الكوب في اليد اليسرى واليد اليمنى يأكل منها بها علشان يقول الكوب في يدي، هذا تحيل. نبقى على الحديث، جاءت عفوية، جاءت عفوية من غير تعمد. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يأكلون في وقت الأذان، فعن شقيق بن سلمة قال انطلقت أنا وزر بن حبيش إلى حذيفة وهو في دار الحارث بن أبي ربيعة، فاستأذنا عليه فخرج إلينا فأتى بلبن فأتي بلبن أو فأتى بلبن فقال اشرب، فقال إنا نريد الصيام، قال وأنا أريد الصيام فشرب، ثم ناول زرا فشرب، ثم ناولني فشربت والمؤذن يؤذن في المسجد. قال فلما دخلنا المسجد أقيمت الصلاة وهم يغسلون. رواه عبد الرزاق بن مصنف. نعم أنا مستغرب، يغسلون إيش يغسلون؟ وهم يغلسون يعني يصلون بكرين، وهو أثر حسن. أما الأكل بعد انتهاء الأذان المشروع فمحرم، وعامة أهل العلم لا يجيزونه والله أعلم. هذا أثر عن شقيق له رأيه، تقدم لنا القرآن والإجماع، كلوا واشربوا حتى يتبين، يعني بدأه الشيخ بقوله اعلم أن الله جعل نهاية الأكل والشرب بطلوع الفجر، نهاية بطلوع الفجر، والمؤذن المنضبط في أذانه يؤذن بطلوع الفجر، وذكر الآية. ثم قال والعلماء مجمعون على أن طلوع الفجر يوجب الإمساك عن الأكل والشرب، فكونه يأتي أثر لا يخرق هذا الإجماع فهو محجوج به. فعلى هذا فالأكل ينتهي والشرب والجماع ينتهي بطلوع الفجر، إنما استرخص فيما نص عليه الحديث إذا أذن المؤذن والإناء في يده، يعني جاءت عفوية ليست بتحيل. نعم. قال سؤال العشرون بعد بارك الله فيكم، يأتي واحد يفعل له قدر وجعله في يده ما ينتهي إلا بعد إقامة الصلاة، التحيل مفتوح، إذا فتحنا باب التحيل ما سنقف عند أحد. السؤال العشرون ما هي كفارة الجماع، وهل تلزم الكفارة للرجل والمرأة أم رجل فقط، وهل من جامع أكثر من مرة في نهار رمضان تتكرر عليه الكفارة، وهل يلزمه قضاء يوم مكان يومه الذي جمع فيه، أم تغني عن ذلك الكفارة؟ الجواب اعلم أن العلماء مجمعون على شرعية كفارة الجماع في نهار رمضان في من وجب عليه صيام رمضان، وهذا يعني في من وجب عليه صيام رمضان، أخرج من أفطر برخصة كالمريض والمسافر والمرأة تطهر من حيضها ونحو ذلك، في من وجب عليه صيام رمضان، والجمهور على وجوب الكفارة المذكورة. قال ابن قدامة المسألة الثانية أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم، واختلف العلماء في ترتيب الكفارة، والقول بترتيبها هو المعول عليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت.
يعني أنه لا يذهب إلى الصيام إلا إذا عجز عن الثنتين. وقد ذكر الألباني في الإرواء أن أكثر من 30 راوياً رووا الحديث بالترتيب المذكور بعتق رقبة، فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. وهذا قول جمهور أهل العلم، هو القول وهو الأقوى. فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا، وهذا قول جمهور أهل العلم هو الأقوى. وقول غير الجمهور بالتخيير، هذا التخيير جاء في كفارة اليمين يسمونه الأحد الدائر. وأما قوله هل تلزم الكفارة على المرأة كما تلزم على الرجل، فالجواب هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. فالجمهور يرون أن على المرأة كفارة كالرجل بشرط أن تكون طائعة له لا مكرها، وأن تكون صائمة لا معذورة ولا معه من الصيام. وقول الجمهور يقولون ليس عليها كفارة، المعذورة التي طهرت في أثناء النهار، والممنوعة من الصيام كأن تكون مريضة وجمعها وهي مريضة. وغير الجمهور يقول ليس عليها كفارة مطلقة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل للرجل وعلى زوجتك الكفارة التي عليه، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فقول غير الجمهور أظهر، وقول الجمهور أحوط، والله المستعان. وأما قوله هل من جامع أكثر من مرة في نهار رمضان تتكرر عليه الكفارة، الجواب ما قاله ابن عبد البر في التمهيد، وأجمعوا على أنه من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال ابن رشد في بداية المجتهد أجمع على أنه من وطئ مرارا في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال الموفق بن قدامة في المغني وإن وطئ ثم وطئ قبل التكفير في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف. ونص على هذا الإجماع العيني في عمدة القاري وبرهان الدين الحلبي وابن مفلح المبدع. وبرهان الدين بن مفلح في المبدع، وهذا إجماع صحيح على أن من جامع في نهار رمضان في يوم واحد مرة أو أكثر من مرات أو أكثر من امرأة أن عليه كفارة واحدة، يعني يكون عنده زوجتان أو ثلاثة أو أربع. تنبيه، إذا جامع في رمضان في أكثر من يوم، يعني يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، فعليه كفارة لكل يوم جامع فيه، ولا تجزئ كفارة واحدة على الجماع في يومين، بل لا بد من كفارتين، لأن كل يوم عبادة مستقلة. وهذا الذي قلته هو قول جماهير أهل العلم، بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه. وقوله هل يلزم قضاء يوم مكان يومه الذي جامع فيه، الجواب القول بصوم هذا اليوم راجع إلى صحة الرواية فيه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل صوم يوما مكانه، راجع إلى صحتها. أخرجها أبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد جاءت هذه الزيادة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وفيه وأمره أن يصوم يوما مكانه. أخرجها أحمد والبيهقي. وقد قوى الحافظ بن حجر هذه الزيادة في الفتح، وكذا الألباني في الإرواء، فالأحوط أن يصوم هذا اليوم. السؤال الحادي عشر، الحادي والعشرون،
ما هو القول الراجح في هذه الأشياء؟ هل تفطر أم لا؟ الحجامة، العادة السرية، نزول المني بشهوة أو بغير شهوة، مداعبة الرجل لامرأته، بلع الريق أو النخامة، شم الطيب أو البخور، سحب الدم كثيره أو قليله، استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان، الإبر المغذية وغير المغذية، تذوق الطعام باللسان، السباحة في نهار رمضان، القي، استعمال التحاميل في نهار رمضان، بخاخ الربو، منظار المعدة، قطرة الأنف أو الأذن، غاز الأكسجين من الفم أو الفم أو الأنف، البنج، قلع الأسنان، الغرغرة، التسوق، النظر إلى المحرمات في نهار رمضان. الجواب: أما الحجامة فلا تفطر الصائم، للأدلة الواردة في ذلك، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم، أخرجه البخاري. وعن ثابت البناني أنه قال: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، أخرجه البخاري. وقد صح هذا عن أبي سعيد الخدري عند النسائي. عند النسائي في الكبرى، وأبي هريرة عند عبد الرزاق، وابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة. فهذا منهم شبه إجماع، والذي عليه جمهور أهل العلم هو القول بأن الحجامة لا تفسد الصوم ولا تفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فللعلماء توجيهات كثيرة في معناه ومبناه، مما يوهن قوة الاحتجاج به. والأقرب أن الحجامة للصائم مكروهة خشية أن يفسد صومه. والعادة السرية، وهي الاستمناء باليد، فهي محرمة بالإجماع في رمضان وفي غير رمضان، وهي في رمضان أشد تحريما. فإذا استمنى الصائم فقد تعدى حيث ارتكب ما حرم الله عليه، وانتهك حرمة شهر رمضان ولم يحفظ شهوته، بل بددها في الإفساد. وقد قال صلى الله وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: قال الله: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم. وقد ذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلى أن الاستمناء ممكن للصوم، وهو الحق. والذين قالوا بعدم بطلان الصيام قولهم مرجوح، لأن المستمني قد أخرج شهوته متعمدا كما يخرجها المجامع، فلم يحفظ شهوته فيبطل صومه، وعليه قضاء يوم مكانه ويمسك بقية يومه، فلا يأكل ولا يشرب ويستغفر الله ويعزم على أن لا يعود إلى هذا المنكر. بعض العلماء ألزمه بصيام شهرين متتابعين، قالوا: لأنه وصل إلى الوطر الذي وصل إليه المجامع، وهو إخراج المني بشهوة، فقالوا بسبب هذا يلزمه صيام شهرين متتابعين. والصواب ما سمعتم، لأن المجامع يلزمه أن يكفر ولو لم ينزل، فافترقا. نعم، فليست القضية في الجماع الملزم للكفارة الإنزال، بل العبرة بالإيلاج. قال: والعادة السرية فيها مفاسد وأضرار، فيا لي شباب يعلمون ذلك قبل أن يبددوا طاقتهم الفحولية وقوتهم الرجولية، وقبل أن يفتقدوا كامل قوتهم الشهوانية في المرحلة الزوجية. يعني أن ضرر العادة السرية يمتد إلى ما بعد الزواج، أضرار صحية وخلقية. قال: وأما نزول المني بشهوة أو بغير شهوة، فالجواب: خروج المني بشهوة التفكر أو النظر،
للعلماء في هذه المسألة قولان: أحدهما أن خروج المني هنا يفسد الصوم ويبطله، وهذا القول هو الذي هو القول وهذا القول هو الذي دل عليه الدليل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي المتفق عليه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا المتسبب في إخراج شهوته لم يدعها من أجل الله، وقد وضع الإمام الشوكاني ضابطا جيدا لهذه المسألة في السير الجرار، فقال: إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه، وإن لم يتسبب بسبب بل خرج منه منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه، لعله مما لا يجوز مع عدم علمه. كيف؟ يعني إلى ما أحل الله، أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء، فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم من ممن أكل ناسيا. يعني إذا تسبب بأي سبب بطل صومه، وإن لم يتسبب لم يبطل صومه. وأما إنزال المني بغير شهوة بسبب برد أو سقط من مرتفع فخرج منيه فلا يفسد الصوم لعدم وجود القصد لإخراجه من الشخص، والله أعلم. وأما مداعبة الرجل، يعني بارك الله فيكم، هذا غير الودي، الودي غير المني، المني هو الذي يكون منه الولد، ويعرفه العلماء أنه هو الذي يخرج بدفء وشهوة. أما الوادي فهو الذي يخرج بعد البول، ولعله يقصده هنا، فإنه يخرج بسبب الإرهاق غالبا من سهر أو أعمال شاقة، ولهذا يبتلى به المخزنون كثيرا، لأنه يشد عضلاتهم وأعصابهم شدا عظيما، ثم يحصل عندهم الفتور بعد ذلك فيأتي الودي، وخروجه بعد البول. وأما مداعبة الرجل أهله وهو صائم وتسمى بالمباشرة، المباشرة مس البشرة البشرة لا الجماع، لا يقصد بالجماع، إن البشرة تمس البشرة، نعم، وتسمى بالمباشرة وتشمل التقبيل أيضا. فهذه المسألة قد صحت فيها أحاديث عن أم سلمة وحفصة وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل وهو صائم، وفي بعضها كان يباشر وهو صائم، ولكن قالت عائشة: وكان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم. ومن هنا اعتمد على التفصيل في هذه المسألة. فعن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم ينهون عن القبلة الصائم أخرجه ابن أبي شيبة، وهو صحيح. يوضح ذلك ما جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن القبلة وهو صائم، فرخص له ونهى عنها شابا، أخرجه البيهقي وهو أثر حسن. وعن عطاء بن يسار، العبرة بارك الله فيكم أن يك نفسه، نعم المطلوب أن يبتعد، لكن لو حصل هل يعتبر ذلك مفسدا لصومه؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه كما قالت عائشة، لكن هي ليست كذلك وهي شابة.
وعن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص للشيخ وكرهها للشباب، أخرجه مالك في الموطأ وهو صحيح. وعن ابن عباس قال لا بأس للشيخ أن يباشر يعني وهو صائم، أخرجه ابن أبي شيبة وهو آثر حسن. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرتهم قد جاء عنهم الترخيص في القبلة والمباشرة للصائم، فيكون النهي في حق من خشي على نفسه الوقوع في الحرام خصوصا الشباب، ويكون الترخيص في حق من أمن على نفسه من الوقوع في الحرام. فقول عائشة رضي الله عنها وكان أملككم لإربه هو الفيصل في هذه المسألة، يعني لكن كثير من الناس يحسن الظن في نفسه وهو ليس كذلك، فيقول أنا أملك لإربي، أحسن أحواله أن يقوم وقد خرج منه المذي. وقد اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة، بعض العلماء طرح سؤالا ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، قال نقول للمقبل في نهار رمضان وهو صائم ما الفائدة؟ هذا سؤال وجيه جدا، ما الفائدة؟ الجواب لا فائدة، ما دام هناك فائدة دعها. نعم، ولاحظ كيف الشيطان يحرص على إغواء كثير من الصائمين، زوجته عنده قبل الفجر وستكون عنده بعد المغرب، ما الداعي لهذا العجل؟ وقد اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة، وأحسن ما يجمعها ما قلناه آنفا من التفصيل، والسلامة لا يعدلها شيء، فحذاري حذاري من المغالطة للنفس أن يقول الشخص في نفسه إني أملك إربي، فإذا داعب امرأته وهاج وماج وأراد ما وراء الحجاب فإن أدت المداعبة إلى إنزال المني فسد صومه. قال البغوي في شرح السنة وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. وأما بلع الريق والنخامة فالقول في ذلك بالتفصيل، قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على أن ما لم يفارق الفم لا يضر. كيف؟ يعني تفل رجل على يده ثم لعقها، ها هنا خرجت من الفم، خرجت من الفم الكلام عليها. اتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر، يعني أنه إذا فارق الفم فطر. وقال النووي في كتاب المجموع ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة، لأنه يعسر الاحتراز منه. قلت هذا الإجماع في ابتلاع الريق العادي، وقد اختلف العلماء في مسألة من جمع الريق ثم ابتلعه، فجمهورهم في الجملة يرون أنه لا يفطر وهو مكروه عندهم وكذلك. وهذه المسألة مما تعم بها البلوى، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم مع كثرة عددهم رجال ونساء وأطفال، يعني كلهم ريقوا في فمه ولا يأتي حديث يحذرهم، هو معقول في مسألة خطيرة مثل هذا؟ لو كان فيها شيء لجاء الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وغير الجمهور يرون أنه يفطر، وهو قول مرجوح لأن الريق ليس شرابا ولا في معنى الشراب، ولم يأتي من خارج البدن. فإذا قال النووي في المجموع اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. وأما النخامة يقال لها النخاعة، فقد قال النووي كما في المجموع، قال أصحابنا النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر، إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر
على المذهب وبه قطع الجمهور. وكما ترون أنه لا دليل في قضية النخامة ولا الريق. فعلى هذا بارك الله فيكم، لو كان فيها شيء لورد به الدليل. قال: وأما شم الطيب فلا أعلم أن أحدا من العلماء في السابق واللاحق قال إنه يفطر، وعدم وجود الخلاف في هذا دليل على بقاء جواز شم الطيب على حال الصيام. وأما شم البخور مجردا، يعني جاءك عفويا بدون قصد، فلا يفطر بإجماع أهل العلم، واختلفوا في استنشاقه يعني تعمدا، فعند الجمهور أن من تعمد استنشاق دخول البخور أنه يفطر، لأن له جرما وجسما وأجزاء محسوسة، وقد يصل إلى جوفه بفعله مع إمكان التحرز منه والامتناع عنه. وغير الجمهور يرون أن استنشاق البخور لا يفطر، لأنه ليس بطعام ولا في معنى الطعام، وهذا القول هو الأقوى. وأما سحب الدم من الصائم حال صومه فالجواب: اعلم أن خروج الدم من الشخص كالرعاف والإصابة بفعل يؤدي إلى خروجه ليس على الصائم في هذا الحال شيء. لكن الذي يرعف نكس رأسه حتى لا يرجع إلى حلقه، فإن خرج إلى حلقه بغير عمد فليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: والخلاف هنا حصل في سحب الدم من الشخص، يعني التبرع بالدم أو يسحبه للتخلص منه، فاللجنة الدائمة تقول في فتواها: إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط وقتا للذمة. ولم يبينوا فتواهم مقدار الكثير من القليل. وكذا ابن عثيمين والفوزان وغيرهم، وجعل ابن عثيمين المسألة كمسألة الحجامة في شهر رمضان أنها كرهت خشية الضعف الذي يؤدي إلى الإفطار، وعلى هذا فلا قضاء لأنه لم يحصل إفطار حقيقة. إن أمكن تأخير الدم إلى بعد المغرب فهو أولى. وأما استعمال معجون الأسنان فالجواب: يجوز استعمال المعجون المذكور للصائم كما يجوز له استعمال السواك، وإن كان استعمال السواك أفضل من استعمال المعجون مع التحفظ من نزول شيء منه إلى الجوف، وهذا أشبه بالمحال أنه يستطيع أن يستعمل معجون الأسنان ولا ينزل إلى حلقه شيء، هذا صعب إن لم يكن محالا، لأنه الحلق قريب والمادة كثيرة وحلاوتها وتحركها في الفم بسهولة ييسر وصولها إلى الحلق. وهذا ابتداء الفتوى كما هنا أنه إذا لم ينزل من الحلق لا يفطر، لكن هل يستطيع أن يسيطر بحيث أن معجون الأسنان لا ينزل من الحلق؟ الله أعلم. قال: وهذا الذي قلناه هو الذي قال به غير واحد من أهل العلم في عصرنا. وأما الإبر للصائم فالجواب: الإبر في حق الصائم على قسمين، قسم يفطر وقسم لا يفطر. أما القسم الذي يفطر فهو الإبر المغذية
التي يستغني بها عن الأكل عن الأكل والشرب. قال: وبهذا جمهور العلماء في هذا العصر، ومنهم اللجنة الدائمة، لأن الجسم يتغذى بها فهي تعطي البدن من الغذاء ما يعطيه الطعام. القسم الثاني: الإبر غير المغذية كالمسكنة للآلام مثلا، التي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب سواء كانت وريدية أو عضلية. في جمهور أهل العلم على أنها لا تؤثر على الصوم، لأنها ليست غذاء ولا في معنى الغذاء، ولأنها لا تصل إلى المعدة. فقول الجمهور هذا هو المقدم على غيره. وأما تذوق الطعام كالمرأة التي تطبخ مثلا، أو شخص طباخ في مطعم يريد أن يتأكد هل الملح أو التوابل الأخرى كافية أم يزيد، هكذا بهذا المعنى. وأما تذوق الطعام فالجواب ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن يتطاعم الطعام عن القدر، لا بأس أن يتطاعم الصائم عن القدر، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وبلفظ: لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والأثر حسنه الألباني. يعني يريد أن يعرف هل العسل والسمن هذا جيد أم ليس بجيد ولا يبلع. قلت: القول بجواز تذوق الطعام هو قول أكثر أهل العلم، مع الكراهة عند بعضهم خشية أن يدخل شيء منه الجو فيفسد صومه. وأما السباحة وما يسمى بالغوص والعوم فيجوز للصائم أن يسبح، لأن التبرد بالماء لا يؤثر على صيامه إذا أمن أن يبتلع الماء. عن عبد الله بن أبي عثمان قال: رأيت ابن عمر وهو صائم يبل الثوب ثم يبقيه عليه، أخرجه البخاري في التاريخ، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي شيبة وهو حسن. وعند ابن أبي شيبة أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم، وهو أثر حسن، ولم يصح النهي عن دخول الصائم الحمام. وأما القي فالجواب عنهما، قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء، ومن استقاء فليقضي. استقاء يعني دع تعمد، دخل إصبعه إلى حلقه أو نحو ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأفطر، وفي لفظ استقاء فأفطر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وصحيح. لا يلزم من قول قاء فأفطر أنه يدخل في ذلك من ذرعه القيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في نافلة، فلعله شعر بضعف والمتطوع أمير نفسه. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء ليس عليه قضاء. أخرجه في الموطأ وهو صحيح، أخرجه مالك في الموطأ وهو صحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، والصحيح يعني ما دل عليه الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم. وصح عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: الفطر مما دخل وليس مما خرج، أخرجه ابن شيبة.
وعلى ما سبق ذكره في الأحاديث والآثار من تفصيل في القيء. فالذي صار عليه أهل العلم أن من درعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاف عليه أن يقضي مكانه أن يقضي يوما مكانه وأن يستغفر الله ويندم على ما حصل منه، يعني أنه تعمد القيء، والعزم على ألا يعود إلى ذلك ويمسك بقية يومه. وأما استعمال التحاميل الشرجية فمختلف فيها بين العلماء، فمن قائل استعمال هذه التحاميل يفطر الصائم، ومن قال إن ذلك لا يفطر أو لا يفطر، ومنهم المتوقف في ذلك. فمن قائل استعمال هذه التحاميل يفطر الصائم، ومن قائل إن ذلك لا يفطر، ومنهم المتوقف في ذلك. فمن تركها من باب الأحوط فهذا باب واسع لمن استعمل الورع، ومن استخدمها فصومه صحيح، لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام والشراب، وهذا الذي قال به شيخ الإسلام تيمية. أعجب شيء في ذلك كلام ابن حزم، قال: ما سمعنا أن أحدا يأكل ويشرب من دبره. قال: وأما بخاف الربو فقد أجاز استخدامه عامة علماء العصر كاللجنة الدائمة وغيرها، لأنه عبارة عن هواء فليس طعاما ولا شرابا، ولا في معنى الطعام والشراب، ولا يصل إلى المعدة، ومعها فلا ينبغي أن يستخدم إلا للضرورة أو الحاجة المعتبرة. وفيما أذكر أن الشيخ الفوزان خالف في هذا في كتابه الخطب، وقال إنه يفطر، وقول هؤلاء هو المعتمد. قال: وأما المنظار الطبي، المنظار الذي يدخل عن طريق الفم إلى المعدة، فإدخاله إلى المعدة لا يكون مفطراً إلا إذا كان فيه مادة فيها معنى الأكل والشرب، وأما إذا انتفى ذلك فجائز إدخالها. وقد أفتى بجواز إدخاله وعدم إفساده للصوم العلامة بن عثيمين بالشرط السابق أنه ليس فيه مادة، أحياناً يضعون مادة مزلقة. وبعض العلماء قالوا يفطر لأنه أدخل من منافذ الأكل والشرب والأنف أو الفم، وهذا القول ليس فيه جديد، لأن المنظار ليس فيه معنى الطعام ولا الشراب، فمجرد دخول ما له جسم لا يكون مفطراً، والله أعلم. وأما التقطير في أذن الصائم وأنفه فمسألة فيها قولان لأهل العلم، فجمهورهم يرون أن هذا التقطير يفطر إذا وصل إلى الجوف، وغير جمهورهم يرون أنه لا يفطر ولو وصل إلى الجوف، لأنه ليس بأكل ولا بشرب ولا شرب ولا في معنى الأكل والشرب. وهذا اختيار اللجنة الدائمة وهو الراجح، والله أعلم. لا بد أن يضمن أنه لا يصل إلى الحلق من الأنف، لأنه إذا كان منسدحا أسرع إلى الحلق، أما إذا فعله وظل واقفا يضع أصبع على أنفه حتى يتحرك الدواء، هذا ما سيذهب إلى الحلق. أما إذا كان منسدحا فمجرد أنه يضعه في فمه في أنفه يذهب إلى الحلق. وأما غاز الأكسجين فهو غازات التخدير، فقد جعله مجمع الفقه الإسلامي غير مفطر. ذكر هذا صاحب كتاب النوازل الطبية. واستعمال الغاز المذكور يكون عند الحاجة الملحة فقط، ولو قدر الصائم على تأخيره إلى الليل فعل، فهو أبر وأبعد عن الشبهة. وأما البنج فاستخدامه لقلع الضرس أو السن أو غير ذلك جائز، لأنه ليس في معنى الأكل والشرب، والأصل بقاء صحة الصوم وسلامته، يعني تضرب له إبرة مخدرة في اللثة، ليس غير ذلك.
فلا يحكم ببطلانه وإفساده إلا ببرهان، ولا برهان ها هنا. وقد أفتى العلامة بن باز بما قلت كما في مجموع فتاوى. وأما قلع الأسنان والأضراس للصائم فهذا يجتنب محافظة على الصوم وعلى عافية البدن، ويعمل في غير الصيام، لكن إذا اضطر الشخص إلى ذلك أو قويت الحاجة فعل، مع المحافظة على الصيام من خدشه بابتلاع شيء من الدم. وأما دواء الغرغرة فقد أفتى ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى بأنه لا يبطل الصوم إلا إذا ابتلع، وأيضا لا يستعمله إلا لحاجة. وأما السواك فمعلوم فضله، فقد تواترت الأحاديث في فضله والترغيب في استعماله عموما في حال الصيام وغيره في الفترة الصباحية والمسائية في الصيام. فما قاله بعض العلماء من كراهية السواك بعد الزوال هو قول مرجوح، لأن أدلة الاستياك ثقة بالتعميم دون استثناء، يعني الذين منعوه بعد الزوال قالوا يذهب رائحة الفم، الخلوف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف يخرج من المعدة ولو استعمل السواك ما ذهب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة سواء الصائم وغيره، واستدل به البخاري على ذلك. وقد صح عن زياد بن جرير قال ما رأيت رجلا أدأب سواكا من عمر بن الخطاب وهو صائم، ولكن بعود قد ذوي يعني يابس. أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد في الغريب والدولاب في الكنى. وصح أيضا عن عمر أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم رواه ابن أبي شيبة. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وهو أثر قال سئل عن السواك للصائم فقال نعم الطهور استك على كل حال، أخرجه ابن أبي شيبة. وجماهير أهل العلم على استحباب السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء كما جاء في ذلك الأحاديث بدون استثناء وقت دون وقت. وأما استعمال الصائم للسواك الرطب فقد قال ابن عمر رضي الله عنه لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس، أخرجه ابن أبي شيبة وهو حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لا بأس بالسواك الأخضر للصائم، أخرجه عبد الرزاق وهو أثر حسن. قلت كره بعض العلماء السواك الرطب للصائم خشية أن ينزل منه شيء إلى الجوف. قال النووي في المجموع ولو استاك بسواك الرطب فانفصل منه من رطوبته أو خشبه المتشعب شيء وابتلعه بلا خلاف. قلت المراد بقوله بلا خلاف أي في المذهب الشافعي فالريق المتولد من السواك الرطب وإن ابتلعه الصائم، الصحيح أنه لا يفطر للقاعدة المعروفة ما ليس بطعام ولا شراب، ولا في حكم الطعام والشراب لا يفطر. نعم، لكن الذي قاله النووي متوجه من ناحية أن المادة التي تخرج من السواك مادة أجنبية يتلذذ بها الصائم، وأما النظر إلى المحرمات فهو وقوع في المعصية المحرمة في نهار رمضان وفي غيره، إلا أن وقاء وقوعه فيها في رمضان يخدش صومه، فما صان صومه من أطلق نظره إلى ما حرم الله، يعني سواء في النظر إلى النساء الأجنبيات في التلفاز أو في الجوالات أو في الشارع أو في غير ذلك كله محرم، ويلتحق بذلك النظر إلى المردان بشهوة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.